اليوم إن شاء الله رح نفوت عنا في درس خاص اسمه توازن الأضلاع. عنا رياضيات عنا للصف العاشر. أول إشي إحنا بنعرف على خصائص متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، هاي خاصية ثابتة لمتوازي الأضلاع. الزوايا اللي فيها بتكون عنا زوايا حادة ومنفرجة، مستحيل يكونوا قائمات. عنا رح أطبق عنا نشاط 6-3. في عنا ملاحظة رح نستنتجها من هذا النشاط، ومن هاي من والملاحظة هاي هي اللي رح تساعدني في استنتاج خصائص ثانية لمتوازي الأضلاع. هسا عندنا نشاط 6-3 صفحة 67، بحكي لي ارسم متوازي ارسم المستوى الإحداثي وحدد عليه النقاط. عندنا ألف 3 سالب 1، باء سالب 2 سالب 3، جيم 0 1، دال عندنا 5-3. أنا رسمته وحددت عليه عندنا هون النقاط. فرع رقم 2 بحكي لي أرسم الشكل الرباعي، يعني بمعنى تاني إني أوصل بين النقاط الأربعة اللي ظهرت معي هون. فرع رقم 3 بحكي لي عندي هون استخدم الميل في بيان أن كل ضلعين متقابلين في الشكل ألف باء جيم متوازيين. طب أنا عندي هون هاد شكل رباعي، بدي أثبت إنه ألف باء بيوازي جيم دال، ودال ألف بيوازي جيم باء عن طريق قانون الميل. قانون الميل إحنا تعرفنا عليه في خصائص في عفوا في الدرس الأول، اللي هو عندك المستقيمات المتوازية والمتعامدة. أخذنا 3 قوانين: فرق الصادات على فرق السينات، عندنا زاوية ميل المستقيم، وعندنا القانون الثالث اللي هو باستخدام معادلة الخط المستقيم. أنا عندي هون بدل ما أعطيني أزواج مرتبة، معناته راح أستخدم اللي هو عندنا فرق الصادات على فرق السينات. راح أجد إنه هون نجد ميل دال جيم. دال جيم بيوازي مين عندنا؟ ألف باء. أنا بدي أثبت إنه بيوازي ولا لا عن طريق فرق الصادات على فرق السينات. يلا، هاي دال وهي جيم. شو النقطة بتحكي لي عندي هون؟ 3-1 على 5-0، إذا بيساوي 2/5. هاد بالنسبة لميل دال جي. نفس الطريقة رح نجد ميل مين عنا؟ ألف باء، فرق الصادات على فرق السينات وتساوي. هاي عنا ألف باء رح يساوي عندي هون -3 -1 على -2 -3، ومنها تساوي سالب السالب هون بيصير عندي موجب، رح يساوي عندي هون -3+1 -2 على -5. ليه -5؟ سالب السالب بجمع الإشارة نفسها. هلا عندي هون سالب تقسيم سالب رح يطلع معي موجب، إذا رح يطلع معي ميل ألف باء بيساوي 2/5. هسا من هون ميل ألف باء بيساوي 2/5، وميل دال جيم 2/5، إذا من هون ميل دال جيم بيساوي ميل ألف باء. هون خاصية أخذناها بالنسبة، إذا تساوى الميلين معناته دال جيم بيوازي ألف باء. طب أنا أعمل دراسة بالنسبة لهذا الضلع وهذا الضلع، بدي أرجع أعمل كمان دراسة لمين؟ للضلعين التانيين. مين هم الضلعين التانيين؟ اللي هو رح أجد ميل دال ألف دال وتساوي نفس الإشي فرق الصادات على فرق السينات. يلا هاي عنا ألف ودال، شو بتساوي عنا؟ 3-1 على 5-3، ميل ألف دال، ميل ألف دال تساوي سالب السالب هون بتصير موجب، رح يطلع معي عندي 4 5-3 2، ميل ألف دال رح يطلع معي هون 2. نفس الإشي رح نجد ميل مين؟ ميل جيم باء تساوي ميل جيم باء، هاي جيم وهاي باء، بيساوي فرق الصادات على فرق السينات جيم وباء. 1-3 على سالب على 0-2 تساوي سالب السالب
رح يصير عندي موجب 1 + 3 عنا 4، سالب السالب عندي هون موجب على 2، إذا هون 2 ميل جيم دال ميل جيم باء بيساوي 2، إذا بدامه ميل ألف دال بيساوي ميل جيم باء، معناته من هون ألف دال يوازي جيم باء. هل يوجد في الشكل ألف باء جيم دال أضلاع متوازية أي متعامدة؟ بدامهم متوازيين ونشأ عندي هون إنه في عندي هون توازي، طب والله أشوف لو إجيت ضربت، مش أنا عندي بعرف إنه من خصائص إذا كانوا عندنا الضلعين متعامدين معناته إنه حاصل ضربهم بيساوي سالب 1، طب 2 على 5 ضرب 2 على 5 مستحيل يعطيني سالب 1، طب لو إجيت ضربت 2 على 5 ب2، مو أنا عندي بدي أشوف هل هاي وهاي بشكل عنا زاوية قائمة اللي هي ألف دال ودال جيم بشكل عنا زاوية قائمة. تعالي شوفي دال جيم بيساوي عنا 2 على 5، طيب ألف دال شو بتساوي 2، طب حاصل ضربهم بيعطيني سالب 1 مستحيل، 2 على 5 ضرب 2 رح يطلع معي 4 على 5، فمستحيل يكون عنا في عنا هون أضلاع متعامدة، إذا لا مستحيل لا يمكن. طب ماذا نسمي الشكل ألف باء جيم دال؟ بدامهم عنا هون ضلعين متعامدين معناتهم رح يكون عنا ضلعين متوازيين معناته رح يكون عنا هذا شكل متوازي أضلاع، وما شكل في عنا تعامد، عنا الأضلاع ما شكلت في عنا تعامد، لو شكلت عنا تعامد لكان عنا مستطيل، لكن ما شكل عنا هون تعامد معناته في عنا في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين، بعرف إنهم متساويين لازم يكون عنا زوايا شمالها عنا منفرجة وحادة، لو كانوا قائمة رح يكون مستطيل، فبهاي الحالة شمالهم بدامه ما نشأ عندي هون تعامد معناته مستحيل إنهم يكونوا مستطيل، لأنه من خصائص المستطيل إنه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. طيب بحكي لي أرسم القطرين ألف جيم وباء دال ثم حدد نقطة تقاطعهم. تعال أرسمي رح يتقاطع التنين في نقطة،